والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في هذا العرض التقديمي الخاص بمفهوم التخلف والبلاد المتخلفة. طبعا تكلمنا في الجزء الأول من هذا الفصل كيف يمكن أن نحكم على هذه البلد بأنها بلد نامية أو متخلفة من خلال عدة سمات أو عدة خصائص، في سمات ديموغرافية، في سمات اجتماعية، في سمات سياسية، في سمات اقتصادية. اليوم نتعرف على النظريات اللي بتتحدث عن التخلف. طبعا في نظريات بتفسر وبتقول إنه هذا البلد بناء على هذه النظرية هو بلد متخلف. أصحاب هذه النظريات ورواد هذه النظريات هم من منظورهم بيختلفوا في نظرتهم عن الآخر. بمعنى أصحاب نظرية الطريقة السطحية لهم فلسفتهم الخاصة، لهم طريقتهم الخاصة، لهم أدواتهم الخاصة، لهم أساليبهم الخاصة اللي من خلالها يقيسوا موضوع التخلف. أصحاب نظرية الطريقة الاقتصادية أيضا لهم نظرتهم، ونظرية الطريقة الاجتماعية لهم نظرتهم. بدنا نشوف الآن ما هي نظرة أصحاب نظرية الطريقة السطحية للتخلف. أولا، نظرية الطريقة السطحية في دراسة التخلف. هذه النظرية من أكثر النظريات شيوعا، يعني لأنها طريقة حنشوفها إحنا، طريقة سهلة، طريقة مبسطة، طريقة بعيدة عن التعقيد، حيكون في سهولة فيها في تطبيقها، وبالتالي هي منتشرة بشكل كبير. كيف يتم التعرف على ظاهرة التخلف في بلد ما من خلال هذه النظرية؟ ترى هذه النظرية أننا يمكن أن نعرف التخلف في بلد معين من خلال النشرات والتقارير الصادرة عن هذا البلد من الجهات الرسمية. على سبيل المثال، ممكن تيجي الأمم المتحدة تصدر تقرير رسمي عن مستوى المعيشة في بلد معين، تصدر تقرير رسمي عن اللي هو الأمية، نسبة الأمية، تصدر تقرير عن نسبة تشغيل القاصرين في بلد معين، عن الطبقية في هذا البلد، إحصائيات، نتائج أبحاث علمية. كل هذه يعتبر مراجع يمكن من خلالها أن نستند إليها ونحكم على هذا البلد أنه بلد متخلف. الدول المتخلفة أقل مستوى من الدول المتقدمة من حيث تأمين الحاجات الحيوية الضرورية للإنسان. يعني إحنا بالتأكيد لما يكون في عندي دولة متقدمة وفي عندي دولة متخلفة، الدول المتقدمة على سبيل المثال بتاخد مثال ألمانيا، الدول المتخلفة على سبيل المثال بتاخد مثال الصومال، ونقول مين من هذول الدولتين بيأمن الحاجات الحيوية الضرورية أكثر؟ هل ألمانيا ولا الصومال؟ بالتأكيد حتكون ألمانيا. مستوى الإنجاز الاقتصادي والتقني في ألمانيا حيكون أكثر من الصومال. على سبيل المثال، ألمانيا تصنع السيارات، الصومال لا تصنع السيارات. ألمانيا لها مستوى معين من التكنولوجيا، تصدر التكنولوجيا إلى العالم وتصنع كثير من الأشياء المرتبطة بالتكنولوجيا، أما هذا الأمر غير متوفر في الصومال، وبالتالي نستطيع من خلال ذلك أن نحكم على هذه البلاد في مستواها. النظرية الثانية هي نظرية الطريقة الاقتصادية في دراسة التخلف. لاحظنا في الطريقة الأولى فيش فيها جهد، فيش فيها تعب. أصحاب هذه النظرية ما بتعبوا حالهم في كثير من البحث والتنقيب و إلى آخره، لا، هم بيعتمدوا على الجهات الرسمية
إذا أصدرت الأمم المتحدة، إذا أصدرت منظمات عالمية، منظمة حقوق الإنسان، منظمة اليونسكو، منظمة الأمم المتحدة، منظمة يعني هذه المنظمات أصدرت تقارير بيعتمدوا عليها في فهم والحكم على هذه البلاد. النظرية الثانية، نظرية الطريقة الاقتصادية في دراسة التخلف. شوف هذه النظرية ايش بتركز، ايش بتفسر التخلف في البلد. ركزت على أدوات الإنتاج ومستواه، ثم على دراسة البنى الاقتصادية للبلد المتخلف. ايش يعني ركزت على أدوات الإنتاج ومستواه؟ يعني لو جينا مثلا للزراعة، هنلاقي في الزراعة في بلد معين بيستخدم الأدوات البدائية اللي بتعتمد على الجهد العضلي وليس على الجهد التقني. هذا بدليل أن أدوات الإنتاج هي أدوات بسيطة ومستواها بسيط في هذا البلد، في حين أن دول أخرى قد تستخدم التكنولوجيا، تستخدم الرش الآلي، تستخدم الحرث بالآلات، تستخدم اليوم ممكن يدخلوا الروبوتات، كثير من الأشياء تدخل في إطار هذه الزراعة. طبعا كما تروا أمامكم هو بتكلم هنا عن التخلف الصناعي والتقني. هذا البلد غير منتج صناعيا، تقنيا غير منتج. يعني احنا في بلاد بتشوف انت ممكن تروح على بلد من الدول مكتملة النمو، هتلاقي على سبيل المثال مصانع آلية يمكن تعتمد بنسبة قليلة على البشر، تلاقي هي ثلاث أرباعها آلية. في مصانع زي مصانع السيارات في اليابان أغلبها روبوتات اللي بتشتغل. في مصانع فيها تقنية عالية بتستخدم، وفي مصانع بتشتغل يدوي. يعني اليوم مثلا عندنا احنا في غزة على سبيل المثال، في بعض المصانع الصغيرة بيصنعوا شامبو مثلا، أو بيصنعوا أدوات، بيصنعوا للغسيل اللي هم منظفات وأدوات غسيل، بيصنعوها يدوي. يدوي بيصنعوا، بيستخدموا الشيء اليدوي، فهذا دليل على التخلف الصناعي والتقني. أيضا التصنيع قليل وبدائي لسوء استغلال الثروات. بكون التصنيع في هذا البلد بكون تصنيع قليل وبكون تصنيع بدائي، وبكون في هناك سوء استغلال للثروات الموجودة في البلد، وبكون في انتشار للزراعة والأعمال الحرفية ضئيلة المردود. يعني اليوم اللي دخل البلد أو بعض البلاد على خطى التقدم الكبير هو الصناعة. دائما الصناعة على صعيد العائد من الاستثمار فيها، على صعيد ما تحصله من أموال، بكون أكبر من الزراعة. لأن الصناعة في اليوم دخلت مستوى متقدم جدا من الأشياء اللي ممكن من خلالها تستفيد منه الدولة. بنتابع لنظرية الطريقة الاقتصادية. قلنا أول حاجة في نظرية الطريقة الاقتصادية نرجع نقول إنه هي ركزت على أدوات الإنتاج ومستواه ودراسة البنى الاقتصادية للبلد. يعني عندها أدوات الإنتاج والمستوى والبنى الاقتصادية. أدوات الإنتاج ومستواه بيجي في نقطة التخلف الصناعي والتقني. التخلف الصناعي والتقني تحت بند التخلف الصناعي والتقني الشرح بيقول انه التصنيع في هذا البلد بيكون قليل وبكون بدائي لسوء استغلال الثروات، وبكون بتنتشر الزراعة والأعمال الحرفية. النقطة الثانية التخلف الاقتصادي البنيوي. ما معنى التخلف الاقتصادي البنيوي؟ التخلف البنيوي هنا مش معناه في البنيان يعني، لا، معناه البناء الاقتصادي. يعني البلد، اقتصاد البلد مبني على شيء متخلف يتسم بثلاث سمات أساسية. ايش هي؟ قال واحد، التفاوت الهائل في التوزيع القطاعي للإنتاج. ايش يعني
التفاوت الهائل في توزيع قطاع في توزيع قطاع الانتاج. بتلاقي قطاعات الانتاج، القطاعات هذه اللي بصير فيها الانتاج سواء خدمات او سلع، تلاقيها محتكرة في ايدي قلة من الناس. اما الباقيين لا هم قادرين يستثمروا يعمل مصانع، لا هم مالكين مصانع، لا هم مالكين شركات ومنظمات قادرة على ايه، قادرة على انتاج شيء للبلد. فبتلاقي في ناس، هذا بنسميها الطبقية الاقتصادية، في ناس هم اللي ماكلين الدنيا في البلد، هم اللي مالكين القطاعات خاصة القطاع الاقتصادي، عندهم قطاعات انتاجية، عندهم مصانع، عندهم شركات، عندهم ثروات. واغلب الناس التانيين بتلاقيهم غير مالكين لمثل هذه الصناعات او القطاعات الانتاجية. عشان هيك في البلاد المتخلفة بتلاقي في الطبقات، الطبقة العليا والطبقة الوسطى والطبقة الدنيا، اكبر طبقة وأعلى عدد شريحة من هذه الشرائح، من هذه الطبقات الثلاثة، هي الطبقة الدنيا اللي هي طبقة الفقراء. تفكك النظام الاقتصادي، إيش يعني تفكك النظام الاقتصادي؟ يعني تفكك في الدورة الإنتاجية والاستهلاكية، الاقتصاد أسير الاقتصاد الخارجي. الآن على سبيل المثال بدنا نعتبر إنه هذه البلد بده يصنع مثلا دراجة نارية. دراجة نارية مفترض يكون في الأدوات اللي بدنا نصنع فيها، ويكون في متوفرة المواد الخام اللي نصنع منها. يعني الكاوشوك بدنا نصنعه بمواد خام من الكاوشوك، الهيكل تاع الدراجة النارية، أدوات البلاستيك اللي بتكسي هذا البدن، وبنمشي في دورة الإنتاج من 0 لـ10. بنمشي بنصنع العجال وبنصنع الهيكل وبنصنع لما نصل هنا. في من سمات هذه الدول المتخلفة في الاقتصاد البنيوي إنه عندها النظام الاقتصادي متفكك، بمعنى ممكن تبدأ بصفر تصنع الكاوشوك، تصنع الهيكل، لما تيجي بدها تيجي تصنع او تيجي بدها تركب الماتور، بقول لك لا الماتور هذا مش موجود عندنا، لازم نستورده من دولة اخرى متقدمة. عشان هيك بضل اقتصاد هذه الدولة اسير لاقتصاد هذه الدول الخارجية. يعني لو ما حنتش عليه هذه الدولة الخارجية واعطته الماتور، معناته مش هيقدر يصنع الدراجة النارية. وهكذا بنطبق على الباقي. لذلك بتلاقي في تفكك، ما ظلتش ماشية السلسلة في الصناعة من الصفر حتى ايش، حتى تم انتاج هذه الدراجة النارية، لا، صار في تفكك في حلقات الانتاج. بتلاقي بيعتمدوا على الخارج في شيء معين من هذا الانتاج. ثلاثة، التبعية للخارج. تبعية للخارج، تبعية تجارية، تبعية في مجال الاستثمار. اليوم احنا نرى انه في هناك دول عربية كثيرة، واحنا بنشوفها وبنطلع عليها ما يظهر انها دول يعني حرة اقتصاديا، وحرة على صعيد الاستثمار، وحرة في المجالات والقطاعات الصناعية. هذا ما يظهر لنا، لكن هو في حقيقة الامر في هناك تبعية للخارج. مثل امريكا، هذه التبعية في تبعية تجارية لها علاقة بالاستثمارات، وإلى علاقة ب حتى المواد والأدوات والعقود التجارية، وبكون في مثلا بتدخل البترول في الصناعة، بكون في شركات استخراج البترول، بتكون شركات أمريكية عملاقة لها علاقة في هذا الموضوع، وبالتالي بكون في هناك تبعية للخارج. إذن حسب هذه النظرية، نظرية الطريقة الاقتصادية في دراسة التخلف، تتكلم لنا عن التخلف الصناعي والتقني، ثم تكلمت عن التخلف الاقتصادي البنيوي، ثم تتكلم حنشوف عن ايه، عن يعني
نختم في نظرية الطريقة الاجتماعية. هذه النظرية تتكلم عن إيش؟ تتكلم عن تفجير صراعات داخلية وخارجية لاستنزاف رؤوس الأموال. يعني في هذه الدول اللي بكون فيها تخلف اقتصادي، اللي بكون فيها تسمى هذه الدولة على أنها دولة متخلفة، بتتفجر دائما فيها صراعات داخلية وخارجية. مين اللي بفجر هذه الصراعات؟ هم الناس اللي بدها تظل تبعية لهذه الدول إلها، عشان يظلهم مستنزفين رؤوس الأموال تحت الدول النامية. على صعيد المثال، على سبيل المثال، احنا شفنا ما حدث في سوريا، ما حدث في اليمن، وما يحدث في بعض البلدان العربية. الآن الأمريكان بدهم يصدروا سلاح، وبيعتبروا تجارة السلاح مربحة جدا، وبتدخل عليهم مليارات الدولارات. طيب لو كانت الدول العربية أو منطقة الخليج العربي أو المنطقة شرق آسيا أو هذه المناطق لو كانت مستقرة، فيش فيها صراعات، فيش فيها حروب، فيش فيها إشي، هل تستطيع أمريكا أن يعني هذول الدول كلهم عايشين بأمان بسلام بهناء مع بعض، أمورهم تمام 100%، هل تستطيع أمريكا أن تبيعهم سلاحهم؟ إيش بدهم في الأسلحة؟ ما دام هم صار في ليس لهم أعداء، وفيش بيناتهم تفككات، ولا في بيناتهم مشاكل، لإيش بدهم يشتروا اللي هو السلاح؟ عشان هيك أمريكا عبر خطط كثيرة جهنمية بتقوم بعمل صراعات. من أخطر الصراعات اللي عملوها في منطقتنا هي هو الصراع الطائفي. أجوا لدول الخليج، دول سنية والدول العربية، قالوا لها أنتوا أعداءكم الإيرانيين الشيعة، فعملوا خلاف طائفي ما بين السنة والشيعة. هذا الخلاف الطائفي جعل دول الخليج تشعر، الدول العربية، أنه الدولة اللي بتمثل بعبع والدولة العدوة إلنا هي إيران. طيب كيف بدنا نحمي حالنا من إيران؟ قبل بدنا نشتري سلاح. فصاروا يستثمروا أموالهم أو يدفعوا أموالهم باتجاه، بدل ما يوجهوها نحو الاستثمار الداخلي في إقامة الصناعات وفي إقامة في تطوير التكنولوجيا وفي البحث العلمي، صاروا يوجهوا هذه الأموال نحو شراء الأسلحة. زاد التطاحن، زاد المشاكل والصراعات الداخلية والخارجية. طبعا هم بيستفيدوا من هذه الصراعات في حاجتين. الاستفادة الأولى أنهم بيدمروا هذه الدول وبيخلوا دائما الغلبة لإسرائيل، إنه إسرائيل هي اللي تكون أفضل دولة ومستقرة أكثر وأحلى دولة إلى آخره. والفائدة الثانية إنه زي ما قلنا بيشتروا منهم السلاح، بيشتروا منهم السلاح وبالتالي بيكسبوا بيع هذا السلاح. عشان هيك نحن نشك في كل المشاريع التي تفع أو التي تصنع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، بين أبناء الشعوب المختلفة في ثقافتها وفي ديانتها. نحن يجب أن نكون أمة موحدة، أمة يعني تقوم على السلام، تقوم على علاقات واحترام علاقات الجوار، واحترام حرية الأديان وحرية التعبير على الرأي إلى آخره. هذا يمنع الصدام ويمنع الصراع، وبالتالي هذا الشيء أكبر سلاح موجه ضد الأعداء. نيجي نشوف ثالثا نظرية الطريقة الاجتماعية. نظرية الطريقة الاجتماعية، نظرية الطريقة الاجتماعية في دراسة التخلف هذه فيها ثلاث سمات: السمات الاقتصادية والإنتاجية، سمات خاصة بالسكان، سمات خاصة بالبنى الاجتماعي. إيش يعني؟ السمات الاقتصادية والإنتاجية يعني بكون الإنتاج في هذا البلد هو إنتاج ضعيف، بكون حجم الناتج القومي في ضعيف، بكون السمات الاقتصادية اقتصاد هذا الدول اقتصادها اقتصاد بدائي ويعتمد على الصناعات الصغيرة فيش في أو المتوسطة، فيش في صناعات استراتيجية كبيرة. القوى الإنتاجية هي قوى أغلبها
اللي هي الناس الخبراء اللي بيشتغلوا في الإنتاج، أغلبها خبرات خارجية مش من داخل البلد. الأدوات المستخدمة في الصناعات هي أدوات بدائية وليس متقدمة بالشكل المطلوب. هذه سمات كلها اقتصادية وإنتاجية متعلقة بصناعات هذا البلد. أما السمات الخاصة بالسكان، السمات الخاصة بالسكان أول حاجة بكون في تدني في مستوى المعيشة، في انتشار للفقر، يعني السكان يعيشوا في فقر مدقق، في نسبة ارتفاع نسبة الأمية، أيضا نسبة التعليم متدنية. بكون هذه الدولة يعني منتشر فيها الأمراض بشكل كبير، في ارتفاع فيها لمعدل المواليد وكذلك معدل الوفيات. هذه كلها من السمات اللي خاصة بالسكان، من خلالها بيعرف إنه هذا البلد بلد متخلف. أخيرا سمات خاصة بالبنى الاجتماعية، زي ما قلنا البنى الاجتماعية في هناك طبقية، دائما لما نسمع بكلمة البنى الاجتماعية نتذكر الطبقية، يعني في هناك مقسمة طبقات هذه الدولة، في الطبقة العليا وفي الطبقة الدنيا وفي المتوسطة أحيانا، وأحيانا في بعض الدول فيش متوسطة، في عليا وفي دنيا، وبتلاقي معظم الصناعات ومعظم المشاريع الإنتاجية في أيدي قلة من الناس وهم في الطبقة العليا، والطبقة الدنيا دائما تنتشر فيها الفقر وحالتها يعني صعبة، وهناك أمثلة كثيرة لهذه الدول. طبعا هكذا نكون من خلال نظرية الطريقة الاجتماعية في دراسة التخلف قد وقفنا على السمات التي يمكن من خلالها أن نقول أن هذا البلد بلدا متخلفا. أعيد وأجمل ما قدمناه في هذا الشرح التوضيحي، تكلمنا عن ثلاث نظريات بتتحدث عن إيه؟ بتتحدث عن التخلف. أول نظرية هي نظرية الطريقة السطحية، وقلنا هذه هي أكثر النظريات انتشاراً لأنها سهلة جداً، وهذه بتقول إنه والله إحنا بنحكم على هذا البلد إنه متخلف من خلال التقارير اللي بتصدر عن الجهات الرسمية، الجهات الرسمية قالت إنه هذا البلد متخلف بنقول عنه متخلف، قالت عنه مكتمل النمو بنقول عنه مكتمل النمو. ثم جينا لنظرية الطريقة الاقتصادية في دراسة التخلف. طريقة النظرية الاقتصادية ركزت في نقطتين، النقطة الأولى طبعا هو النقطتين ركزت فيهم اللي هي أدوات الإنتاج ومستواه والبنى الاقتصادية. بما يتعلق بأدوات الإنتاج ومستواه بتقول بكون في هذا البلد في تخلف صناعي وتقني، يعني بكون تخلف صناعي وتقني يعني أدوات بدائية بيصنعوا والإنتاج بتم بأدوات بدائية، زي عندنا مثلا بتلاقي عاملين مصانع شامبو ومصانع دواء جلي ودواء غسيل ودواء كذا، بتلاقيه عاملين في بعض البيوت أو في بعض الأماكن الصغيرة أو في يدوي نصها بيشتغلوا، هذه كلها بدائية غير عن مصانع كبيرة تشتغل على بشكل آلي، وغير عن مصانع سيارات، وغير عن هذا تخلف صناعي وتقني. ثم البنى الاقتصادية، في عندنا في البنى الاقتصادية بكون في تخلف اقتصادي بنيوي، تخلف اقتصادي بنيوي بكون في توزيع هائل في تفاوت في توزيع القطاع للإنتاج، ناس إقلال مسكين البلد والباقي كله يعيش في فقر مدقع، قلنا في تفكك للنظام الاقتصادي، في تبعية للخارج، وبكون هذا البلد بينتشر في الصراعات الداخلية والخارجية. وبعدين أخيرا اللي هو نظرية الطريقة الاجتماعية، هذه النظرية أصحاب هذه النظرية بيعرفوا التخلف من خلال سمات بيشوفوها في هذا البلد، سواء سمات اقتصادية وإنتاجية، سمات خاصة بالسكان أو سمات خاصة بالبنى الاجتماعية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء الخاص بالبلاد المتخلفة، لو سمات التخلف والبلاد المتخلفة. شكرا لكم لحسن استماعكم، إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله في عرض تقديمي آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.